الزراعة النهاردة بيتكلم على كام؟ لحد امبارح 11,000 طن دخلت من مصر بس، والعالم كله كبيره وصغيره كله 3,000. يعني احنا مودين 4 أضعاف العالم. مصر البلد اللي عندها أزمة اقتصادية، البلد اللي عندها ارتفاع في الأسعار، البلد اللي عندها مشكلة في الدولار، مصر اتقدم 4 أضعاف العالم كله. ايه البلد الكبيرة دي؟ ايه البلد العظيمة دي؟ ايه الشعب الجبار ده؟ هي دي مصر، الله أكبر. نتابع رئيس الوزراء. وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي في قطاع غزة، ضغطت مصر منذ بداية الأحداث من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهل القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية اللي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11,200 طن، ده لغاية يوم 19 نوفمبر، يعني من يومين، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ووقود وغيرها من المساعدات والاحتياجات لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن إخواتنا من الشعب الفلسطيني في غزة. الرقم ده مع الأزمة الاقتصادية المصرية، الأزمة اللي احنا كلنا بنقول عليها في أزمة اقتصادية، لكن الرقم ده بيمثل تقريبا 4 أضعاف اللي أكتر من 30 دولة بعتته للشعب الفلسطيني. كل اللي جالنا حتى هذه اللحظة 3,000 طن من كل دول العالم. احنا قدمنا 4 أضعاف هذه الكمية وبنستمر، ويمكن كانت آخر مساعدات قدمتها مصر في مطلع الأسبوع الحالي من يوم السبت، لما شرفت بوجودي لإطلاق أكبر قافلة بتتعمل في وقت واحد لغزة من 200 عربية وشاحنة بتحمل 2,500 طن مرة واحدة. وعايز أكد لحضراتكم استمرار هذه النوعية من القوافل الضخمة، والأسبوع الجاي هيبقى فيه واحدة أخرى، وحتستمر الإعانات والمساعدات لأهالينا هناك. أيضا اتعملت خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين اللي حييجوا، والكل اللي هيدخلوا من خلال معبر رفح. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة احنا استقبلنا 8,200 واحد دخلوا لنا من المعبر من كل الجنسيات، تم مناظرتهم طبيا، والنهاردة في مستشفيات المصرية هناك 383 مصاب فلسطيني، آخرهم 28 طفل من الأطفال المبتسرين اللي نجحنا بجهودنا وضغطنا ان احنا نجيبهم عشان يتم علاجهم هنا داخل مصر. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا حاطين كحكومة خطة واضحة جدا بأنساق للخدمات الطبية عشان نساعد أهالينا في غزة. أبتكلم على كل مستشفيات شمال سيناء مستعدة كنسق أول، وبعدها مستشفيات قناة السويس، مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، والنسق الثالث القاهرة الكبرى، عشان كل العمليات الجراحية الدقيقة والمتخصصة تبقى احنا قادرين بمجرد دخول الجرحى ان احنا نقوم بيها. احنا مجيشين اكتر من 30,000 من الاطقم الطبية على مدار 24 ساعة عشان يخدموا اهالينا من جرحى، اهالينا في غزة. ده بالاضافة لكل المستلزمات الطبية والادوية اللي احنا بندخلهم. في نفس الوقت اتقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني المصري على الدور الإنساني العظيم اللي بيقدموه من خلال المساعدات الإنسانية اللي كانت بيقدموها وحيظلوا يقدموها. أنا كنت سعيد جدا وأنا موجود يوم السبت إن بيتقال لي إن عدد كبير من المساعدات اللي موجودة في هذه القافلة الطبية الكبيرة اللي كنا بنطلقها لغزة مش فقط من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن من ناس فرادة جم لغاية الموقع بيقدموا مساعدتهم لكل أهاليهم في غزة. دي غريزتنا ودي طبيعتنا كمصريين تجاه هذه القضية وتجاه أشقائنا في غزة.